الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا في الفيديو ده. طبعا أي حد منكم هيقول لي كل حاجة بتقولها مهمة جدا، طبعا مهمة جدا. النهاردة إن شاء الله عشان تبقى غاوي محترف لازم كل حاجة تهتم بيها. يعني طبعا في ناس كتير بتطلع للغية كأنها معلش يعني جري في جري، تحط الأكل للحمام وتنزل بسرعة، تحط مثلا أكل ورماية للحمام وتنزل بسرعة. طبعا ده عمره ما هيبقى محترف ولا هيبقى بطل. عشان تبقى بطل صح لازم يعني تأدي تبقى في وقت كافي تبقى مع الحمام فيه. يعني ازاي؟ يعني مثلا اقل حاجه تقعد مع الحمام ساعه او ساعتين، بحيث ان انت وانت بتحط الاكل للحمام تشوف الحمام لو في حاجه مريضه طبعا مش هتيجي على الاكل، لو في حاجه تعبانه هتلاقيها واقفه في جنب كشه. ده طبعا يعتبر هو ده يعني علامات النجاح، ان انت تبقى موجود في الحمام عشان لو حصل اي إصابة في الحمام أنت يعني إيه بتلحقها بدري بدري. يعني الحمام مثلا أنت طبعا موجود معاه فرد تعبان شلته من مكانه كده خلاص هتبدأ تطلعه بره تعالجه، لكن طبعا أنت بتحط الأكل للحمام والمية وتنزل طبعا في فرد تعبان أنت ما شفتوش، كل يوم فرد تاني هيتعب، كل يوم يعتبر كده الغية باظت كلها مرضت. فطبعا ده كله بيبقى تأثير منك أنت، وأنت ترجع تاني تقول إيه مثلا ده الحمام لا ده غية وحشة لا غية تعبانة، ده طبعا كله تأثير منك أنت. أنت عشان تبقى غاوي محترف لازم تقضي وقت كافي مع الحمام، تطلع على الحمام تقعد مع الحمام عشان برضه الحمام يحبك. يعني أنت طول ما أنت بتقضي وقت مع الحمام، الحمام بطبع الحمام حمام حنين، بيحب إيه؟ بيحب يعني أنت تقعد معاه هيحبك. وده دي رقم واحد، إن أنت تبقى غاوي حمام محترف، إن الحمام بتاعك يحبك. لو الحمام بتاعك حبك وخد عليك يعتبر كده انت خلاص وصلت ايه يعني درجه من درجات النجاح. ان شاء الله النهارده باذن الله نتكلم في الفيديو على ان انت ازاي تبدا بزغلول تحصنه من قبل ما يطلع من البيضه، من قبل ما يطلع من البيضه. طبعا الكلام ده ان شاء الله هوريه لك ان شاء الله واحده واحده ان شاء الله مع بعض باذن الله. هنعرف مع بعض طبعا دلوقتي ازاي ان انت تبدا تحصن الزغلول من قبل ما يبقى بيضه. ازاي؟ اول وانت طبعا موجود مع الحمام، اول ما الدكر يبدا ينقر على الحمامه او يمشي ورا الحمامه يطاردها، انت طبعا انت على طول هتبدا تديله فلاجيل. هوريك الفلاجيل اول ما يبدا ينقر في الحمامه وانت هتشوفها طبعا دلوقتي في الفيديو. هتبدا تديله اقول لك اهو ده الفلاجيل، الفلاجيل اهو. هنبدا يعني انت هتيجي مثلا بالليل هتدي للذكر ربع فلاجيل وتدي للانثى ربع فلاجيل لمده اربع ايام، تدي للذكر ربع والانثى ربع. مجرد ما الانثى تبيض خلاص باضت كده، يبقى انت خلاص الحمد لله اديت لايه؟ اديت للذكر والانثى مطهر معوي، يبقى كده ان شاء الله تمام. اول خلاص كده خلاص ان شاء الله الحمام برضه بقى تمام. اول ما يبدا بقى احنا هنمشي مع بعض واحده واحده عشان خليك معايا عشان تفهم. اول ما يبدا البيض يبقس يعني البيض خلاص تقسه بقى كده تمام، هتبدا بقى تدي برضه للذكر والانتايه برضه كل يوم ربع فلاجيل زي ده، زي ما انا وريتك كل يوم ربع فلاجيل زي ده تمام. خلاص احنا ادينا للذكر والانثى فلاجيل، وهي طبعا بتزق الحمام بتاعها بتدور الليبه بتاعه طبعا كده الذكر والانثى تمام، مفيش فيهم اي مشاكل معويه. احنا كده بادئين واحده واحده مع بعض. هنبدا بقى نبدا مع الزغلول لما يوصل للسن ده. خلاص الزغلول وصل للسن ده، هنبدا بقى يا سيدي نديله ايه؟ هنديله برده اربع ايام فلاجيل نفس القصه، كل يوم ربع، كل يوم ربع فلاجيل تمام اربع ايام. بعد ما يبدا الزغلول يوصل للسن ده، خلاص الزغلول وصل للسن ده، هنبدا بقى نديله ايه؟ خليكم معايا. هنبدا نديله خميره، الخميره ايه؟ خميره موجوده في الصيدليه ورخيصه مش غاليه. هنبدا ندي لكل فرد زغلول برضه ربع، كل يوم ربع لمده اربع ايام. كل يوم ربع لمده اربع ايام. ان شاء الله هتشوف الزغلول معاك بتحول يعني ما شاء الله هيمشي معاك، ما شاء الله الزغلول صحته حلوه قوي.
خلاص الزغلول بناله 4 ايام خميره والزغلول بقى تمام 100 100. هنبدا بقى نوصل لمرحله ايه؟ خلاص الزغلول بقى تمام 100 100، هنبدا نوصل لمرحله التحصين. مرحله التحصين دي اهم حاجه عشان الفرد الزغلول ما يجيلوش هزه او روشه او كلام من ده. هي دي يعتبر من يعني دي اهم شيء. بتجيب ده التحصين، بتسحب من الدواء ده، بس طبعا السرنجه السن ده بيبقى موجود تسحب بيه بس، يعني تسحب بيه بس. بتدي للفرد نص سنت، نص سنت للفرد، تسحب نص سنتي وتشيل السن ده خالص. ركبنا طبعا السن اللي احنا هندي بيه للزغلول، الزغلول طبعا ما شاء الله سنه خلاص كده تمام، ينفع ياخد التحصينه. انا عايزك بقى تدقق معايا عشان تعرف تحصن الفرد صح. الفرد معاك في ايدك اهو تمام، تدي الفرد كده، تشد فرد الزغلول كده اهو تمام بالراحه خالص، وتسيب السن شويه يعني لحظه كده، ما تشدوش على طول عشان ما يطلعش الدواء. خلاص كده نرجع تاني كده، كده فرد الزغلول اتحصن. وتعلمت ازاي ان انت ازاي تبدا تمشي مع الفرد الزغلول من قبل ما يبقى من البيضه وهو لسه الذكر والانتايه بيطاردوا بعض. انا حبيت ان انا اوصل لكم المعلومه كلها في فيديو واحد عشان برضو يبقى ايه عندكم الفيديو لو انت حبيت في اي وقت ترجع له. طبعا احنا كده خلاص حصلنا فرد الزغلول، ان شاء الله هتدي الفرد الزغلول ده يومين ان شاء الله رفع مناعه، وكده خلاص يعتبر انا وصلت لك المعلومه كلها في الفيديو. وان شاء الله لو عجبك الفيديو اعمل مشاركه للقناه وفعل زر الجرس واعمل اعجاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.